تحرير تل الجابية العسكري مقر قيادة اللواء 61 والواقع قرب مدينة نوى بريف درعا الغربي، ويطل أيضا على ريف القنيطرة الجنوبي، وتم تدمير دبابة وثلاث مدافع 57 لقوات النظام. يتزامن ذلك مع قصف عنيف من الطيران بالبراميل المتفجرة على المناطق المحيطة بتل الجابية. تمت السيطرة قبل قليل على موقع تل الجابية العسكري، والاشتباكات تدور الآن في المحاور المحاذية والمحيطة للتل، والتي ما زالت قوات النظام تتحصن فيها بعد طردهم من التل. أيضا ضمن معركة تحرير تل الجابية، تمكنت الكتائب المشاركة فيها من تحرير كامل قرية السكرية بريف القنيطرة الجنوبي والقريبة من تل الجابية، الذي يشهد اشتباكات مستمرة حتى اللحظة. مدينة نوى الواقعة بريف درعا الغربي كانت أحياء منها محررة، ولكن المشكلة أنها محاصرة بعدة نقاط عسكرية، وهي تل الجابية وتل الجموع العسكري. أهمية تل الجابية أنه يعتبر مقر لقيادة اللواء 61 كما ذكرنا، الواقع بين ريف درعا وريف القنيطرة. وتحرير تل الجابية سيفتح طريق على مدينة نوى أيضا، ويفتح طريق على قرى ريف القنيطرة. النظام تفاجأ بهذه العملية الضخمة حقيقة، والتي ستقطع طريق إمداده إلى الريف الغربي. نعم، مراسل شبكة شام في درعا وريفها إبراهيم محمد، شكرا لك. مرشحان حتى الآن